معلم جاك زبون هالصباح وباينتو شاب مرتب وما في منه حلاوة. جوستومون اليوم راه جاي واحد وراح يبدا الخدمة معايا. ومين هات أستاذ؟ واحد حبيبي سوري وعنده ديبلوم سكرتارية من جامعة دمشق ثاني. خير ومشال شو جايبو هاد حتى يصير مشغل معنا؟ مشي معنا معي انا برك انت طير هاب منك تبهلل عليا وتهدر بالسورية نجيب واحد دوريجين خير. ها الظاهر بدك كاسة شاي تروع فيها دماتي. تكا تكا شوف 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 ها شوف هاي فسخ العقد تاعك معي وهاو ستيلي اليوم نهارك الاخر دوك تروح تولي تلقاني سيدي روح تبهلل. يا استاذ انا خاطيني ياسمين مرتك هي اللي قالت لي هذا بالسورية. هنا ابو حافظ ولا ابو حافظ تحب النحي النحية ياسمين داكور ما كفاهاش باب الحارة في التلفزيون جابته لي لحياتي. سمى سينياتور ما فيهاش. لا ما فيهاش لا. تك معلم بدك كاسة شاي هو تمك شحتش قنقزم هاني قنقزم